نتواجد الآن في مكان الانفجار الذي حدث عند الساعة يعني 10:30 تقريبا بتوقيت العاصمة بغداد، أو قبل ذلك بقليل. تواردت الأنباء عن الانفجار بمناطق مختلفة، لم يتم تحديدها بشكل واضح بالبداية، لكن بعد ذلك اتضح أنه انفجار يعني في جراج، في مرآب خاص بالسيارات الكبيرة، وأيضا من نوع صهريج، أيضا متواجدة عدد من السيارات الكبيرة فيه. انفجرت إحدى الصهاريج المتواجدة في هذا الجراج. داني، أتحدث معك وزميلي المصور، نصور ما يحدث الآن. يعني على هنا أمامنا الجانب يعني الشرقي من سريع قناة الجيش، هذه هي منطقة القاهرة. كان الانفجار هناك في هذا المرآب على هذا الجانب المقابل. حدث الانفجار هناك في المرآب، ومن ثم تطاير جزء من الصهريج وصولا إلى هذا الجانب الآخر من سريع قناة الجيش، حيث منطقة البنوق، حيث المكان الذي أتواجد فيه الآن هنا في هذا الملعب الخاص بكرة القدم. خلال مرور جزء من الصهريج إلى هذا الملعب وصولا إلى الكافتيريا، دعني زميل المصور يعني نتحدث وأيضا يعني تشاهدون بالصورة، هذه أجزاء من الصهريج اتجه من هذا الملعب، خلف إصابات نتحدث كمعلومات يعني أولية بحسب قائد عمليات بغداد عن 9 شهداء، بالإضافة أيضا إلى 12 جريحا. هنا حدث يعني الإصابات الكبيرة وصولا إلى الكافتيريا، ومن بعد ذلك اتجه هذا الجزء المتطاير إلى استقر في إحدى البيوت هنا في منطقة البنوك. جزء من هذا يعني الصهريج الآن هو متواجد ومستقر هنا في منطقة البنوك. دعني أراويك يعني البعض من الدماء للشهداء والجرحى زميلي، لغاية الآن متواجدة في المكان هنا. يعني نتحدث عن 9 شهداء بحسب المعلومات الأولية وبحسب ما تحدث به إلينا بشكل حصري قائد عمليات بغداد، أيضا الذي هو متواجد بعد دقائق من حصول الانفجار، وأيضا بقية القيادات الأمنية التي وصلت. إن تحدثنا مثلا عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أيضا بالإضافة أيضا إلى مدير عام مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، وكذلك أيضا الوكيل السيد أبو رغيف أيضا هو حاضر في مكان الحادثة. لغاية الآن يعني فرق الأدلة الجنائية متواجدة تواصل عملية البحث وكذلك أيضا يعني معرفة المسببات الأولية التي أدت إلى انفجار هذا الصهريج. أيضا زميلي شهود العيان تحدثوا لنا بأن الصهريج هو محمل بمادة الغاز، بالتالي قد يكون الانفجار ناتج عن نتيجة لانفجار هذا الغاز، ولكن لغاية الآن غير مثبت هذا الأمر، خصوصا وعندما تحدث إلينا قائد عمليات بغداد بأن الانفجار هو نتيجة لخلل فني. حاولنا معرفة تفاصيل أكثر حول ما هو يعني تفاصيل الخلل الفني، ولكن لم يتضمن حديث أي تفاصيل فيما يتعلق بالخلل الفني. دعني يعني نتجول ونتعرف أكثر على تفاصيل من المواطنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله حبيبي. حاليا متواجد على البث المباشر مع قناة التغيير الفضائية. أياك الله. سولف لنا شنو اللي صار، شنو اللي سمعتوه، شنو اللي شفتوه. الصفحة الثانية منطقة القاهرة، أكو صهريج طابق بصف جراج مال تريلات مال صهاريج. هذا الصهريج سموناه شنو بالأخبار على أساس عود هذا الصاير على القناة. لا هو الصهريج طابق صار الجراج. لا بصف الجراج مو بالجراج، طابق على القناة. صار الانفجار، الراس مال الصهريج ونص من الصهريج وقع على القاهرة على البيوت، وهمين هناك اكو على البيوت واقعة، والنص الثاني هذا اجى من هنا دخل على الملعب من هنا وفلش القهوة وعالم شهداء وطب على هذا البيت. شلون انفجار؟ يعني ما اعرف هسه، هو ما نعرف لحد الان، هو طابق يعني مطفي السيارة وما اعرف يعني شنو الانفجار، هل هو مفخخ مو مفخخ ما نعرف لحد الان. واكو اخبار يقولون اعتقلوا صاحب الصهريج احتقله. زين، المنطقة ذيك اللي هي جانب منطقة القاهرة هي من انفجار هذه المناطق تضررت والبيوت، صارت اكو هناك حالات مثلا جرحى شهداء؟ اكو جرحى وتحت الانقاض اكو عوائل، لان اكو بيتين وقعن. زين، واللي بهذا الجانب؟ اللي بهذا الجانب تقريبا اللي شلناهم 8 شهداء، هسه ماتوا 2 صاروا 10، واكو جرحى جاي يموتون.
مدينه الطب الجرحى والكندي، مستشفى الكندي. اللي شفتوهم شفتوا حالاتهم من الجرحى خطره متوسطه؟ ثلاثه بلاروس، ثلاثه بلاروس، واما الباقين الجرحى. اي الجرحى اكثر شيء بالروس وبال واحد بترتيده، والباقين كلهم جرحى بس حالاتهم خطره. كل شهداء شلون كانوا وضعهم؟ يعني بسبب شنو مثلا؟ هو بس العصف مال الصهريج. ذكرت لي ثلاثه منهم كانوا بدون رؤوس. اي بدون رؤوس. اثنين هنا من بيت واحد، بيت حسام ولا صاحبنا، من بيت واحد، اما الباقيين كلهم بالمستشفى حالتهم خطره. شنو تتوقعون اسباب الانفجار؟ ما نعرف لحد الان هل هو مفخخ او بسبب الضغط اللي محمل بنزين ما اعرف غاز، ما نعرف شنو السبب، ما نعرف، لان هو الصهريج مو تقول مثلا يعني يشتغل ويمشي، لا واقف طابق صف الجراج وصار الانفجار. الله يسلمك. نعم زميلي، مثل ما شاهدت واستمعت الى هاي التفاصيل اللي يتحدثون بها شهود العيان، لغايه الان المعلومات الرسميه هي غير واضحه، البعض يتحدث عن انه الصهريج. اذا ربما بدر، ربما الاصابات مرشحه ايضا يتحدث للزياده، وكذلك داخل اعداد المرأة. الشهداء، ربما استمعنا الى شهاده الشخص الذي كنت تتحدث معه، وهذه ايضا من الشهادات الحية الآن، وربما التساؤل يعني بحسب المعلومات التي لديك، هل من الممكن، هل العدد مرشح لزيادة عدد الإصابات أو عدد الشهداء؟ يعني فعليا زميلي أكيد يكون مرشح للزيادة، خصوصا نحن نتحدث اليوم مثل ما ذكر يعني قبل قليل شهد العيان بأن يعني عندنا بيتين منزليين يعني سقطا نتيجة للانفجار، فبالتالي قد تكون اكو ضحايا لغاية الان. بالجانب الاخر بمنطقة القاهرة موجودين تحت الانقاض، واللي موجودين هنا يعني مثل ما شاهدت ايضا الدماء لحد الان متواجدة هنا بالمكان، وهذا ايضا المقهى اللي كان يتواجد به عدد من الشباب ايضا، يعني دخل جزء الطائر من الصهريج وصل الى هذا المكان واستقر ايضا بالمنزل. هذا المنزل المقابلنا، اذا امكن زميلنا المصور تحاول رصد المنزل، يعني هو على بعد مسافة من عندنا، وايضا الادلة الجنائية تواجدوا اليوم بهذا المنزل لمحاولة معرفة التفاصيل. يعني خلي نتقرب اكثر زميل المصور ونضع المشاهد الكريم بالصوره، هذا هو المنزل اللي وصل الى جزء من الـ يعني الصهريج المتطاير. ايضا يعني نتحدث على تفاصيل اكثر مع شهود العيان اللي متواجدين، سولف لنا شنو الجزء اللي وصل، شنو الوضع، البيت اكو يعني ضحايا بالبيت؟ لا البيت ما في ضحايا، بس هاي الشباب تلعب طوبه هناك لا راحت، اللي موجودين بالملعب والبالكافتريا كلها راحت، القاعده هنا بالملعب كم راحوا؟ ايش قد تقريبا؟ والله ما اعرف اعدادهم تقريبا 15-16، يعني بين شهيد لا 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 بس شهداء، بس شهداء. زين انتقلتوا ايضا الجانب اللي موجود هناك؟ لا لا ما عبرنا. شلون سمعتوا بالبدايه صوت الانفجار؟ ممكن هو يكون انفجار لو يعني والله صهريج انفجار، بس يقولون صهريج مال غاز. صهريج مال غاز. تمام، شكرا جزيلا لك. نتحدث وياك. سلام بك حبيبي. شنو المعلومات اللي وصلت لكم عن الانفجار؟ والله صراحة احنا هنا بيتنا قريب على المنطقة وسمعنا صوت الانفجار يعني ضخم، فبدينا توجهنا هنا بالبداية، شفنا يعني الوضعية كلش يعني متأزمة، اللي هو كان صهريج توجه وانتقل هنا، ما حد يعرف بالبداية شنو الإجراءات، بس يعني سقوط ضحايا وسقوط يعني همينا هواية ناس خطية، شباب كانوا يلعبون وشوف يعني السلسل الصهريج دخل للبيت، فبعد يعني كحصيله اوليه ما نعرف ايش قد الناس اللي استشهدوا او الناس اللي يعني تاثروا بالموضوع، والاسعافات هم يعني ما قصروا، رجال الاطفاء هم كانوا موجودين، يعني الحمد لله والشكر على كل حال. شكرا لك. ان شاء الله قريبا. نعم زميلي، مثل ما استمعت لهذه التفاصيل، لغايه الان ايضا هي الصدمه حاضره على المواطنين اللي متواجدين من اهالي المنطقة، خصوصا هذه المناطق هي مناطق حيوية، بالتالي هذه المناطق تشهد اليوم توافد لأعداد كبيرة من الشباب وأيضا المرتادين لهذه المقاهي. خلونا نتحدث أيضا حتى على تفاصيل أكثر مع المتواجدين اليوم بمكان الحادث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله حبيبي. شنو هذا اللي تحمله بيدك؟ هاي ذن الموبايلات مال شهداء ومال جرحى، والحادث صار عندنا هنا صهريج مال غاز طق عبور القناة وطار بجه ونص صهريج وقع بالملعب مال كرة القدم دا يلعبون طوب الوليد، وطبع القهوة وطبع البيت هدمه وقع عده
وشهداء فوق ال 15 وتقريبا جرحى فوق ال 20. هذا اللي نعرفه احنا، وهاي الموبايلات مالتهم وهوياتهم عندي. قرب لنا زميلي المصور. هذا ما تبقى من الشهداء. ما يحملون ومفاتيح ما سيارات ومفاتيح ما دراجات عندي، هاي شوف كله متروس جيبي. فاي واحد حتى بلغت المنطقه، اي واحد يلقى موبايل يجيب لي اياه، لان انا مثل ما يقول انا اسلمها على ايدي، ما انطي الا صاحب الشان. شنو تتوقعون اسباب الانفجار وانتم كنتوا حاضرين بالبدايه؟ احنا قاعد انا عندي موكب هنا، انا قاعد بباب الموكب، سمعت ضربه هزت الموكب والقاعده اهتزت. اجينا نركض لي جاي، لقينا الصهريج طاق من القناه عبور يعني مال القاهره من جانب القاهره، عافيه من جانب واقف وانفجر من كيفه، واجي وصل لي جاي النص مالته طبعا على الملعب وعلى الكافتيريا واللي واعي بخطيه وقعه، وناس حتى ايديهم ورجليهم تقطعن. ولاحقناهم صعدناهم بالاسعافات، والمجروح مودينا ودوا للمستشفى، وهسه احنا لحد الان هاي يدقون الموبايل، هاي يدق علي. اذا اجاوبهم اقول لهم تعالوا للمنطقه الفلانيه، بس اسالوا على سيد رحيم، يعرفون المنطقه كلها تعرفني. لان انا عندي موكب هنا خادم الحسين. يعني ابنائهم استشهدوا ولو شلون؟ لا احنا ما نقلهم يروحون للمستشفى، يقول عسى يعني واحد مجروح ما بيشي. هسه جانا خبر من مدينه الطيب، واحد اسمه ابراهيم مجروح وما بيشي، يقول خلي اهلي يجوني، فما نقدر نقول له شهيد. سؤال مهم، هواية من المشاهدين هسه حاليا كنت على البث المباشر بدون يعرفون سبب. زين انت كنت حاضر من البدايه وقلت انه سمعنا الصوت. هل الصهريج هو كان مركون بصف الجراج؟ كان واقف يم الجراج. فاش حكي؟ وطق غاز. هو احنا نتذكر من زمان ماكو صهاريج مال غاز تخوف، لان اي جدحه اي شيء يطق، عرفت؟ طق وطار نص الصهريج اجى علينا عبر القناه بالجو، شلون الصاروخ؟ اجى وقع بالملعب، ضرب اللواعي، ضرب المقهى، وضرب البيت هدمه، والجرحى بالعشرين والشهداء فوق ال 15. يعني تتوقع انفجار الغاز اللي بداخل الصهريج؟ عافيه غاز، حتى ريحه غاز طلعت. يعني تستبعد انه ممكن يكون صاروخ او لا 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 صاروخ ولا كاتوش، هاي كلها احنا صارنا العراق من زمان نعرف الانفجار شلون يصير، المفخخه الله يستر كلنا تعودنا. هذا الصهريج طق انفجر. تمام، شكرا لك حبيبي. شكرا لك. خلينا نتحدث ايضا مع عدد من المواطنين اللي متواجدين. سولف لي شنو اللي شفته، شنو اللي سمعته. والله انا كنت بالمنطقه يعني قريب علي، بس الصوت كلش قوي، يعني هز شو اسمه البيوت كلها، منطقتين هزاها، القاهره والطالبيه، ذن كنا طاحن الجام مالت. جينا لقينا الكوفي مطشره وشاد، واللي قاعد يلعبون طوبه هنا والكوفي هنا عمق قهاوي مثلا نراقيل خطيه قاعدين بيهم كلها مطشره خطيه. يعني هو المكان هذا هو وقت الذروه. اي خطيه اي، يعني هو يبدا بالسبعه هيك لعباتهم، هيك بالثمانيه لعباتهم، بالسته هيك، يعني بالليل خطيه هم يقعدون هنا يلعبون بالملعب وبالكوفي. وبالكوفي هنا يقعدون هم. اي فطارت حديده نص الصهريج طار هنا من عبر الشارعين والقناه كلها عبر ناظره بالبيت، خطيه هذول البيت تم تهذب. عبر على السكن. كبر عبر عليه من القاهره للطالبيه. صوت انفجار كان قوي؟ كلش قوي، يعني فلش الجام ماكو. اي الطالبيه كلها تهذت. منطقتين تهذت. وبلشت مباشره برفع. احنا كنا جينا كلها جينا وسعفناهم بالتكاتك، سعفناهم قبل لا تجي الاسعافات، لا بالتكاتك. ايوه جتوا بالمستشفى. قد وصلت الاسعافات الدفاع المدني القوات الامنيه؟ اي نص هيك ربع ساعه، احنا الساعه تقريبا هيك، بس اكثر شيء التكاتك هنا، تكاتك هواي عندنا من هنا بالطالبيه كلها بالتكاتك. اي صار نقل بالتكاتك وعين سيارات. اي ممكن الاعداد تزيد بالشهداء اذا شفت الجرحى مثلا كان وقت وضعهم صعب؟ والله بعدنا ما نعرف، بس احنا شفناهم هنا هواي بالتكاتك، سته خمسه بالتكتك، نشيل بهم ونرجع لورا. هو انتم من شلتوا الجرحى كان وضعهم صعب حرج ممكن هذا الموضوع؟ اكو بيوم متاذين كلش، حتى سياراتهم ليسه موجوده، دراجاتهم موجوده هنا وسياراتهم موجوده ليسه موجودين هنا يطبقوها هذا الجراج هنا يمك كلها متاذيه. خليك الله يعوضك حبيبي. شكرا جزيلا. نعم زميلي، نعم مشاهدينا الكرام، هذه هي التفاصيل اللي متواجده حاليا. نعم. لغايه الان بمكان الحادث، البعض يتحدث عن انه الصهريج كان مركون بجانب المرآب، والبعض الاخر يتحدث بانه الصهريج كان ايضا داخل المرآب، وبالتالي حدث انفجار. لغايه الان السبب الرسمي غير معلوم بقضيه انفجار الصهريج، لكن لغايه الان مثل ما تشاهدون التفاصيل اللي تحدثوا بها شهود العيان
بأن عدد من الشهداء يعني. لكن ما لفت الانتباه بدر حديث الشهود العيان بأن الصهريج قد انقسم بعد انفجاره، انقسم وجزء منه طار في الهواء واستقر في مكان والجزء الآخر في مكان آخر، هل هذا ما فهمناه بالضبط؟ نعم زميلي، الصهريج كان مركون على جانب منطقة القاهرة على الجانب يعني المقابلين بسريع قناة الجيش، انفجر بذاك الجانب وجزء من عنده طار إلى منطقة الطالبية حيث هذا المكان اللي نتواجد به كملعب لكرة القدم، واتجه من بعدها إلى المقهى ومن ثم استقر بأحد المنازل. يعني صعب أنه احنا نتواجد بالمنزل بسبب الأدلة الجنائية، منعوا دخول يعني العديد من المواطنين وأيضا القوات الأمنية. إذن منزل واحد فقط تضرر من الصهريج، الجزء الأول كان موجود بجانب منطقة القاهرة. نعم زميلي، إذن بيت واحد فقط هو المتضرر من انفجار الصهريج أم هناك أكثر من بيت؟ لا أكثر من بيت زميلي، خصوصا إذا تحدثنا بأن بداية الانفجار كان ب يعني جانب منطقة القاهرة، بالتالي تضررت عدد من البيوت. خلي أيضا نتحدث عن تفاصيل أكثر من المواطنين، نعرف أنه مثلا إيش قد عدد البيوت اللي تضررت بجانب منطقة القاهرة. ما نعرف لحد الآن إيش كم بيت مضرر، بس هو بيت واحد. مو بيت واحد، قالوا أكو بيتين أو ثلاث المضررات زين. بس اللي بهذا الجانب بيت واحد مضرر، اللي هو دخل عليه النص من الصهريج. نص من الصهريج هو استقر، استقر بهذا البيت اللي بهذا الجانب بالضبط. بالضبط زين. اللي بمقر اللي بجانب القاهرة جد نسبة التضرر، يعني البيت وقع البيت حسب ما وصلنا بين الراس مال هذا طافر على بيت هناك بالقاهرة زين. بس ايش كم بيت مأذي هناك ما نعرف لحد الان، بس قد يكون مو بيت واحد، يجوز بيتين او ثلاثة، لان البيوت قريبة على الجراج هناك، لان هو الجراج صار بصف البيوت. بالضبط تمام. احد عنده تفاصيل شباب؟ تمام شكرا. يعني عدد من البيوت لغاية الان المؤكد من شهود العيان المتواجدين وايضا تواجدنا مكان الحادث بأنه هو مو بيت واحد فقط اللي تضرر بجانب منطقة القاهرة، لكن المؤكد مثل ما شاهدناه يعني بمنطقة الطالبية بأن المتضرر هو بيت واحد، يعني نصف الصهريج هو استقر بمنطقة الطالبية بهذا البيت اللي متواجد أمامنا، لكن اللي بمنطقة القاهرة يعني أكثر من بيت بسبب شدة الانفجار، وأيضا يعني أنه الجزء الأولي من الصهريج هو استقر بأحد من البيوت، وبالتالي الجزء الآخر تطاير. كم من المسافة بدر أيضاً طيران الجزء الثاني من الصهريج؟ كم المسافة ما بين مكان الصهريج وما بين استقرار الجزء الآخر منه في أحد البيوت؟ يعني إذا تحدثنا عن المسافة فهي يعني سريع قناة الجيش على الجانب اليمين منطقة القاهرة، وعلى الجانب اليسار منطقة الطالبية قد تكون المسافة بحدود 200 إلى 300 متر الفاصلة بين منطقة القاهرة إلى منطقة الطالبية بحدود تقريبا ال 300، لقد يكون الكيلو هواي، يعني المسافة مو بعيدة جدا. هذه البيوت هي بمقابلنا، وأيضا وصولا إلى المنزل اللي استقر به الجزء من الصهريج. المعلومات لغاية الآن تتحدث زميلي بأنه الجزء من الصهريج اللي استقر يعني اليوم بهذا المنزل، خلينا نتحدث أنا وياك زميلي وأيضا مشاهدينا الكرام، خلينا نتمكن نحاول نتقرب أكثر إلى المنزل، ممكن لربما نحاول وصولنا. يعني إحنا المعلومات اللي وصلت لنا من الأدلة الجنائية بأنه المكان صعب دخوله، لكن مثلا هذا المبنى الذي تسير فيه ما هو هذا المبنى مثل ما تشاهد؟ لا زميلي، نحن نتواجد الآن بالمقهى، هذا المقهى هو مجاور لملعب كرة القدم، يعني هذه الدماء هي لعدد من الشباب اللي كانوا متواجدين بهذا المقهى. مثل ما تشاهد المقهى حاليا يعني مدمر بشكل يعني شبه كامل نتيجة لشدة قوة وصول هذا الجزء من يعني الصهريج. مثل ما تشاهد أيضا هذا ما تبقى من المقهى، وصولنا أيضا إلى هذا الشارع الفرعي حيث أيضا المنزل. زميلي عبد الله إذا ممكن نتمكن نحاول الوصول للمنزل أيضا حتى نصور الجزء اللي وصل إلى المنزل من
الصهريج اللي الطائر من منطقة القاهرة وصولا إلى منطقة الطالبية. هذا هو المنزل، نوعا ما هو المنزل يعني شبه قديم، بالتالي قد يكون يعني بناء ليس جديد وغير قوي، لكن مثل ما تشاهد حاليا بهذه الصورة هذا هو جزء من الصهريج اللي وصل واستقر بهذا المنزل. مثل ما تشاهد حاليا بهذه الصورة هذا جزء من الصهريج اللي استقر حاليا بالمنزل. يعني خلينا أيضا نحاول نتقرب حتى ندخل للمنزل ونشاهد أيضا التفاصيل أكثر حول الموضوع، حول وصول أيضا هذا الصهريج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنو التفاصيل تقول لي؟ والله قاعدين العائلة يعني بدون ما ندري، والأمور طيبة وكل شيء ماكو طبيعية. سمعنا صوت كلش قوي وكأنه الغرفة وقعت علينا. احنا يعني بصراحة شين خارج البيت، جيت كسرت الباب لأن أريد أنقذهم. عندنا بنية شابة تصوبت وأطفال، يعني طفل عمره 3 سنين وطفل عمره 48 يوم، حتى ما نعرف شنو مصيره لحد الآن. نقلناهم للمستشفى وما نعرف هسه، عرفناهم وجينا يعني لين نشوف البيت فارغ وماكو أحد وما أعرف يعني. طفلين وفتاة شابة بنية طالبة صيدلة. مثل ما تشوف الغرفة، شوفها شلون وقعت الغرفة عالية يعني هذا البناء والرباطات وكذا. هاي تفضل شوفها من هنا، شوفها الغرفة كلها وقعت. يعني البنية الشابة كانت قاعدة هنا، كانت تقرأ طالبة صيدلة مرحلة رابعة، وقعت عليها الغرفة يعني بدون ما نعرف أي شيء، والجامد فلش والبيت كله انهز يعني وكأنما هزة أرضية يعني صارت في البيت. ما أعرف يعني هسه إذا نشوف بالحديقة لقينا هويات مع الشباب اللي كانوا يلعبون طوبة وقاعدين بالقازينو هنا، ومثل ما تشوف هناك الدم بالقراج. ما أعرف يعني الله يرحم الشهداء والله يشافي الجرحى. يعني شفناهم هواي ناس توفى وهواي شباب كلهم بعمر الورد. أنت متواصل مع عائلتك اللي وصلوا للمستشفى، ذكروا لك شنو حالتهم الصحية؟ والله بصراحة يعني بعدني حد هسه مو مخابرهم. يعني التهينا هنا كل ساعة يجون جماعة الدفاع المدني والشرطة وأوراق تحقيقية وكذا، وما نعرف بعد. هسه احنا خابرناهم البنية مصوبة بالمستشفى. درجة الإصابة شنو؟ وين الإصابة صارت؟ يعني إصابات نتيجة سقوط الجدار اللي لأن هي كانت هنا تقرأ بالضبط، فسقط عليها الجدار بالكامل يعني، فعندها كسور وعندها رضوض ببعض المناطق بجسمها. والأطفال يعني ما نعرف شنو حالتهم. عندنا طفل قلت لك 48 يوم يعني قام يبكي وفقد الوعي، وطفل 3 سنين ما نعرف بصراحة شنو مصير. يعني بعدنا حتى ما شايفيهم يعني. وضع العائلة، بقية العائلة وين وديتوهم؟ كلهم نقلناهم جزء منهم بالمستشفى وجزء ببيت يعني بيت أقاربنا وديناهم. زين، تواصلوا وياك القوات الأمنية؟ شنو الإجراء اللي اتخذوه؟ شلون تعاملوا وياك؟ هم حققوا بالموضوع وإجوا بالدفاع المدني وقال يعني وعدنا إن إحنا بس مطلبنا إنه يشيلون هاي، لأن يعني هسه موضع خطر، إحنا ما نعرف إنه هو معرض إلى انفجار ثاني أو خزان، يعني ما نعرف، هو شيء خطر هذا. فوجوده بالبيت إحنا بس نتمنى من الجهد الدفاع المدني انه يعانونا برفع هذه الانقاض ان شاء الله. بدر، ان سالته حول ان كان هناك غير هذه الغرفه تعرضت للضرر، سولف لنا شنو وضع. ما اعرف اي شيء عن الحادث. جزء من العائله يعني اهل زوجتي. شلون سمعتوا الخبر؟ سمعنا الخبر حالنا حال العالم وجينا شفنا. وضع العائله شلون هسه؟ الحمد لله هم يمي بالبيت. يعني نقلتوا اللي كانوا متواجدين هنا بالبيت؟ البيت اللي كانوا هنا هسه بيتي. طمنتوهم وصلتوا؟ الحمد لله الحمد لله زينين. وضعهم الصحي شلونه؟ وضعهم زين زين تمام الحمد لله. نعم زميلي، ما سمعت السؤال، إذا ممكن تعيد السؤال. كنت أسأل حول إن كان هناك ضرر غير هذه الغرفة التي نشاهدها الآن بالصورة، هل هناك أضرار أخرى في المنزل؟ ممكن أنا وياك والمشاهدين الكرام أيضا نصطحب. ما تعرفت باسم حضرتك؟ أنا عامر. عامر، نعم. أكو جزء من البيت أيضا متضرر لو فقط هذه الغرفة؟ يعني هاي الغرفة والزجاج مال الواجهة الأمامية، هسه كل الغرف الأمامية إذا شاهدها وقع الزجاج وأثر على أثاث البيت. ممكن ندخل البيت نشوف الجزء؟ والله قفلناه يعني لأن العالم تدخل، وهاي بصراحة بس هسه تشوف إذا واضح منا من يمك انه السياج هذا كله انهار وهاي الغرفه كلها تفلشت. يعني والله بصراحه يعني خاف، يعني خاف اكو بي فد مواد سامه او يعني مواد ضاره. انت شوف هسه واضح منها، انا هسه حضره الضابط دخل يشوفها. يعني هاي غرفه كامله، هي هاي الصاله مال البيت انهارت بالكامل. يعني ويا الدفاع المدني وصلوا الادله الجنائيه، اخذوا بصمات، اخذوا اجزاء من والله جو ياخذه.
الخالي هو ابو البيت هنا. بعد الانطلاق رايحين ياخذون يرفعون المعلومات من موقع الانطلاق. من موقع الانطلاق من هنا. اي وبعد ممكن يوصلون هسه؟ بدنا ننتظرهم والله كريم. ننتظرهم والله كريم. تمام. لحد الان عندكم 3 اصابات. ما اعرف نقلوهم، ما اعرف وضعهم. ما اعرف وضعهم. يعني مثل ما تشاهد زميلي مشاهدينا الكرام، لغاية الآن فرق الدفاع المدني هي واصلة إلى مكان الحادث، حاولوا يدخلون الآن مثل ما تشاهد بالصورة إلى المنزل. هذا ما تبقى من هذه الغرفة اللي وصل إلى هذا الجزء من الصهريج اللي استقر بهذا المنزل مثل ما تحدثنا الأخ عامر قبل قليل. مثل ما تشاهدون هذا الركام لغاية الآن، وأيضا عدد من الإصابات اللي لحقت بعائلة هذا المنزل اللي تسكن بهذا المنزل. الدفاع المدني لغاية الآن حاضر، زميلي عبد الله يعني نصور جهود الدفاع المدني لغاية الآن، هم متواجدين يحاولون ان هم يتعرفون على تفاصيل وصولكم. تحدثي عن وصولكم، شنو الاجراء اللي قاعد تسووه حاليا؟ ان شاء الله الاجراء راح نحدد هسه مكان الحادث ونحاول ننقل هذا الصهريج هسه من هنا، لان اجت الاليات مالتنا ونشوف هم سبب الانفجار، والاخير الراي الاخير راح يكون للخبير الادله الجنائيه ان شاء الله عن سبب الانفجار. بالبدايه يعني تحاولون مثلا ترفعون اجزاء من الانفجار وبعدها ترفعون الصهريج؟ اي اكيد 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 يعني اكيد. اذا تعرفني انا والساده المشاهدين بالتفاصيل اكيد هو اذا خبير الادله حدد الانفجار بانه مثلا فعل فاعل راح ياخذون عينات حتى يفحصوها وكذا، واذا تحدد بانه انفجار نتيجه عمل او فتشي او كذا يعني سببه هو الغاز اللي بيه او هذا راح ينسحب هنا بعد وهم يحددون ان شاء الله. كادله جنائيه دوركم انتم شنو اللي راح تقومون؟ احنا دورنا فرق انقاذ هنا نحاول، خاف اكو مثلا جثه جوا الصهريج ما يدرون بها كذا، يعني اي ضرر يسببه مادي مدني نحاول هذا احنا يعني نقلل الخساره مالتها. كنتوا متواجدين بالجانب الاخر بمنطقه القاهره؟ موجود موجوده الفرق هناك، موجوده فرقنا هناك. شنو المعلومات اللي عن المكان اللي يعني المعلومات الاوليه بانه صهريج انفجر، ماكو مع فد فتش الله مسبقه فد كذا، ما منطين اي معلومه عنه، بس صهريج انفجر. ايضا اكو بيوت تضررت من ذاك الجانب؟ اكو على الاسطح على هذا الجام مال الشقق والبيوت كلها هم تضررت. هاي عملتوا مع الجرحى؟ نقلتوا عدد من وصلت فرق هنا ونقلوا عدد من الجرحى وعدد من الشهداء حسب ما نادوا بالجهاز قبل وصولنا. اهلا وسهلا. نعم زميلي، مثل ما استمعت لهذه التفاصيل حاليا من فرق الدفاع المدني، مثل ما تشاهدهم متواجدين حاليا داخل البيت اللي استقر به الجزء من الصهريج اللي طاير من منطقة القاهرة وصولا إلى منطقة الطالبية. يحاولون يبحثون عن يعني قد تكون إصابات، قد تكون أيضا أجزاء من يعني بعض الأدلة اللي يعرفون من خلالها، بالتعاون أيضا بعد وصول فرق الأدلة الجنائية بعد قليل إلى مكان الحادث من أجل معرفة ملابسات الحادثة بشكل كامل، إن كان مثلا بانفجار يعني للصهريج عن طريق الغاز الذي كان موضوع فيه، أو لربما مثلا يعني لوضع شيء متفجر في هذا الصهريج. لغاية الآن عمليات البحث والتحري هي مستمرة لغاية الآن في المكان كما تشاهد أيضا بهذه الصورة التي تصلك الآن بشكل مباشر عن هذه العمليات. القوات الأمنية متواجدة الآن، دخلت إلى هذا الجزء كما تشاهد الأدلة الجنائية لربما. نعم الآن هذه هي كوادر الأدلة الجنائية وصلت إلى مكان الحادث، تحاول معرفة الأسباب الخاصة بالانفجار وأيضا طبيعة هذا الانفجار، إن كان عن طريق مواد متفجرة أو لربما الغاز المتواجد في الصهريج. لغاية الآن عمليات البحث والتحري مستمرة، بالإضافة أيضا إلى فرق الدفاع المدني كما تشاهد أيضا يحاولون معرفة التفاصيل. دعونا لربما نستمع قليلا إلى ما يتحدثوه من أجل أيضا إدامتنا بقضية معرفة التفاصيل والمستجدات. هذا انفجار صار من الداخل. من الداخل؟ اي نعم. هذا مكان انفجار. بالضبط هسه هذا مقبض خالص.
بس هاي مجرد هاي الناقه بس المشكله احنا شنو الاليه اللي نعرف شنو السبب معنا على المختبر المختبر بس تمام نعم يعني مشاهدينا الكرام نحن نتواجد لغاية الآن في مكان الحادث وكما تشاهدون فرق الأدلة الجنائية حاضرة وصلت إلى مكان الحادث في هذه الدقائق كما تشاهدون هذه الفرق الآن تقوم بعمليات البحث والتحري كما استمعنا أيضا إلى الأدلة الجنائية وهم يتحدثون حاليا قبل ثواني من الآن بأن الانفجار ناتج يعني انفجار الغاز المتواجد داخل الصهريج كما تحدثت فرق الأدلة الجنائية حاليا قبل ثواني بأن الانفجار هو ناتج عن انفجار الغاز المتواجد داخل الصهريج وأن هذا الغاز المتواجد داخل الصهريج هو الذي تسبب بالانفجار لهذا الصهريج وتسبب أيضا ب أن هذا الجزء يعني تطاير من جانب منطقة القاهرة وصولا إلى هذا المكان أيضا لغاية الآن كما استمعنا قبل ثواني من الآن بأن الجزء يعني من الصهريج هو مغلف بشكل جيد بالتالي يتساءلون بعد رفع الأدلة الجنائية ويبحثون عن الإجابات بعد إتمام عمليات البحث عن نعم بدر استمعنا إلى شهود العيان والحديث المطول حول تفاصيل الصهريج هناك من تحدث بأن الصهريج كان يسير وهناك من قال أيضا بأن الصهريج كان متوقف وربما المسافة التي قطعها الصهريج بعد الانفجار وتطاير الشظايا ربما هذا جزء كبير من الصهريج واستقراره في أحد المنازل كذلك ربما الأعداد الشهداء والجرحى ربما هي مرشحة للازدياد كما سمعنا